رز بلبن محتاجين كوبايه من الرز المصري المغسول والمتصفى، اغسلوه كويس او مش يعني ما تغسلوش بزم قوي عشان احنا عايزين شويه من الماده النشويه اللي فيه. وعندنا كمان كوبايه من الميه، 2 لتر من الحليب، وكوبايه ونص من السكر، 5 حبات من المستكه، معلقه صغيره من سائل الفانيليا، و2 معلقه كبيره من النشا، وللتقديم زبيب ومكسرات وقرفه. الهون موجود فين؟ انا عايزه الهون. حد عارف الهون فين هنا؟ ماشي، سألوا لي رغدة كده وانا ادور عليه، انا نسيت اقول لها عليه. يلا حلة صغيرة نبدأ بسلق الرز. بنسلق الرز عشان انا بحطه في الرز بلبن مسلوق. فادي الرز اهو، ماشي، وهنحط له كوباية المية، نفس نعير بنفس الكوباية. ثانية واحدة، نولع النار على الرز ونغطي عليه، الغطا فين يا ولاد؟ انا طلعته قدام. ونسيب الرز يتسلق، انا بحب استخدم رز مسلوق مش رز ني. تاني بقى قولوا لي اللي قلتوه ده فين؟ هنا؟ خلاص لقيته. ما شاء الله، يعني بحييها. وادي الهون. هنعمل ايه بالهون؟ الهون الغرض منه هنا ان احنا نطحن المستكه، عشان لو ما حطيتش المستكه مطحونه وارد ان هي ما تدوبش كويس في السوائل، وانا بصراحه عايزاها تدوب وما تبقاش ايه، لان لو جت حته في بق حد هتزعجه جدا. بنطحن المستكه ازاي؟ بناخد حبه صغيره خالص من مقدار السكر، ما فيش معلقه، يعني معلقه كبيره ولا حاجه، وناخد معاها حبوب المستكه اهو، وهنطحنهم كده. بصوا بس، خلاص طحنت، جميله المستكه دي، في ثواني بتطحن. نطحن لحد ما نخليها باودر ناعم خالص، بس بصوا بقت عامله ازاي، شايفين هي والسكر باودر ناعم جدا، ما انتوش شايفين اي حبوب مستكه ولا شايفين اي حاجه مكلكعه ولا اي حاجه كده خالص. يلا بينا، اول جزء خلص. عايزين بقى نرفع السوائل كلها على النار. الحله الحلوه دي هنحط اللبن، وانا بحب استخدم دايما في الرز بلبن حله كبيره اكبر من المقدار بتاعي بكتير عشان يبقى براحته كده وايه ومش مضايقني. وهاجي احط السكر، وهحط كمان السكر اللي طحنت معاه المستكه اهو. تمام، زي الفل كده، وامورنا كويسه جدا. عندنا بقى حاجتين فاضلين، عندنا النشا وعندنا الفانيليا، ولا هنحط ده دلوقتي ولا هنحط ده دلوقتي، هنستنى شويه. الحاجات الفاضيه دي نقدر نشيلها، ومستنيين الرز يتسلق عشان نبدا نستخدمه. الرز مفيش مشكله عندي ان هو يتهري خالص، حتى لو حابين الميه بدات تغلي اهي، يعني عبال ما ترجعوا هيكون بدا يتسلق خلاص ويدخل في السلق، وهنضيفه على الخليط بتاعنا. في اثناء ما الرز بيتسلق عندنا خليط اللبن بالسكر بكل حاجه، بيحصل له ايه؟ بيدوب السكر في اللبن واللبن بيسخن، مش عايزينه يغلي، عايزينه بس يتسلق. الرز اتسلق، شرب الميه كلها وبقى بالمنظر ده، معجن كده وملبد وما يصرش العدو ولا حبيب. انا عايزاه كده بالظبط. ناخد الرز ده ونقوم ضايفينه على اللبن. زي ما هو كده بتعجنته بتلزقته بكل حاجه. يلا بينا،
وهنبدأ بقى نقلب الرز، نتأكد انه اتخلط كويس جدا مع الحليب ونسيبه يكمل سواه. لما يكمل سواه هنحط النشا. طب سؤال، ليه يا سارة لسه ما حطتيش الفانيليا؟ كل الحاجات يا جماعة اللي ليها ريحة، مية ورد، روح برتقان، روح نعناع، روح لوز، فانيليا، كل الحاجات ذات الرائحة الفواحة دي بنخليها دايما للآخر. ليه؟ لأن الحرارة عدوتها، الحرارة بتخلي ريحتها تتطاير، فبالتالي باخد أقل طعم منها في الآخر. فأنا مش عايزة كده، أنا عايز طعمها يبقى ظاهر وواضح، فعلشان كده بخليها في الآخر خالص ما تتعرضش الحرارة كتير. الرز بلبن إيه اللي حصل فيه؟ الرز خلاص يعني مستوي تماما، ولكن مش مهري بقى معجن، لا انا بحب الحبايه تفضل بحبتها كده فيه، ولكن هو طبعا مستوي. وعشان اتاكد برضو واطمن، انا متاكده بس يعني اطمئنانا برضو مش هنخسر حاجه. ممتاز، بالظبط بالظبط الدرجه اللي بحبها. تحفه. وناخد شويه ميه للنشا الحلو ده، نجيب معلقة صغيرة ونقلب، ندوب النشا تماما. احيانا النشا بيمسك في المعلقة كده، نزلوه بايديكم مفيش مشكلة مادام ايدنا نضيفة. حاضر، نضيف النشا وننزل الكوكيز حالا. وعشان ما ننساش الفانيليا كمان اهي. يلا بينا ونروح على الرز بلبن القمر ده، نضيف له الخليط ده ونضيف واحنا بنقلب. طبعا بمجرد ما هنضيف الخليط هنلاقي ان ايه، الدنيا بدأت تمسك على طول. تقلبتين كده ثلاثة نسوي النشا، ضروري النشا يستوي عشان ما يبقاش طعمه نشوي ني كده ومزعج. وفي المرحلة دي بنخلي درجة الحرارة متوسطة. هقلب بس تقلبتين كده اطمن ان النشا استوى واشيل على طول من على النار. انا بحب دايما استخدم كوب عياري لصب الرز بلبن والمهلبية والحاجات دي، عشان زي ما انتم شايفين كده بيخلينا ما نوسخش الدنيا وما نبهدلش اي حاجة اطلاقا. يلا ادي الرز بلبن، انا بدوق حبة من اللي باقيين في الحلة. تحفة. ممكن حد يشيل المستكة لو مش عايز، بس هي طبعا طعمها جميل. هنعمل كده ميكس، حبة قرفة ومكسرات، وحبة نحط لهم مربة الكريز اللي احنا عاملينها. طبعا تقدروا تحطوا اي صوص انتوا حابينه في الدنيا، وتقدروا تحطوا اي مكسرات انتوا بتحبوها في الدنيا براحتكم خالص. المربى ماسكة قوي من التلاجة. مش فاهمة السؤال. ممكن طبعا يدخل الفرن ويبقى رز بلبن فرن. معلقة مربى كده. على وش كل كوباية، وطبعا الحاجات دي اختيارية. وبيني وبينكم الحاجات اللي زي الرز بلبن والمهلبية والكلام ده، هي حلاوتها في ان هي تبقى تقليدية، مفيش فيها ايه تأليف كتير، ولكن يعني ايه بنحاول نجدد معاكم بس شوية ونغير مش اكتر. حطينا شوية مربة كريز، وهنسيب حبة سادة، وهنعمل حبة بالمكسرات، هنعمل كده تشكيلة ايه لطيفة. نور انا عايزة قرفة اكتر من اللي عندي دي بكتير. اشكرك. شوية قرفة، انا هشتغل بايدي احسن علشان اوزع القرفة كويس. كده حلو. ونحط اللي بالكريز. طبق تاني اهو. انهي واحدة؟ يلا فاضل معانا واحدة كريز.
نقدمها كده اهو، ناخد تاني التلاتة الحلوين دول. شوية زبيب ومكسرات. ده للي ما بيحبوش القرفة زي حالاتي، انا بحبش القرفة على الرز بلبن. فنسيب لهم كده ايه، طبق سادة. يلا ناخد تاني نعمل ده ايه، نعمل ده بقى زبيب ومكسرات، ولا تعالوا نعمل ده مكسرات بس ونحط له رشة قرفة بس، مش عايزين قرفة؟ حاضر. اي اوامر تانية حضراتكم؟ القناة كلها مش عايز، يعني القناة كلها زي ده، انا كنت فاكرة ان انا حالة يعني شاذة، بس كل ما بقول لحد ان انا بحطش عليه قرفة بيستغرب جدا. انت قرفة؟ ماشي، عاملين لك واحد بالقرفة. وما خلاص خلصوا بقى، خلصوا خلصوا خلاص خلصوا خلصوا. عايزة واحد زبيب بس اهو، اخر واحد اهو زبيب بس برشة صغيرة خالص قرفة. بس كده. يلا ناخده هنا جنب الخن، وادي الرز.